احنا كمغاربة اليوم نخلدوا ذكرى 46 لمسيرة خضراء. هذه المسيرة اللي كنفتخروا بها احنا من دون العالم، هذه المسيرة اللي عدلها المغرب من دون العالم، مسيرة سلمية، وهذا فخر لنا. والحمد لله ان الحمد لله المغاربة متشبتين، بعضهم امازيغيين وصحراويين، والحمد لله احنا كنتواجدوا دريك في مدينة الداخلة، والحمد لله انا كمغربية افتخر بهذه الذكرى فقط. احنا اهل الصحراء، دائما احنا عايشين الصحراء ولو ان بعاد عليها، ولكن عايشين عيشوا معاها بطقوسها بهذا. هذا الشيء احنا كنعيشوا وين ما، سواء في داخل المغرب ولا في خارج المغرب، كنعيشوا في طقوسنا احنا اللي تربينا عليها، اتاينا وجماعتنا، وهذا دائما. النزلاء هما في اخر المطاف، هما انسان، يعني هذا النزيل هو في حد ذاته انسان عنده حق انه يحتفل بذكرى، لان هذه الذكرى وهذا كامل المناسبات الوطنيه والدينيه، هذه مناسبات ما غاديش نحيدوا منها النزيل ولا غير النزيل، فهم عندهم هم الحق انهم يشاركوا في مناسبات وطنيه. والحمد لله باش يعرفوا على انه المغرب راه مسامح في كلتا الحالات، والوطن غفور رحيم، فهمت، في كلتا الحالات. انا صاحبة ال 32 ملحمة، لأنه في حد ذات الفنان عنده رسالة، والفنان الذي لا يحمل رسالة فخص، ما غاديش نقول عنه انه ما هو فنان، ولكن خص واحد شوية، يعني ما ضروري الفنان يعود حامل رسالة، ورسالتي الأولى هي قضية الوطنية، وهذا هو اللي أنا دريك متواجدة هون بمدينة الداخلة في هذه المناسبة ومع هذا الناس اللي